في الماء شنو الووتر؟ H2O دكتور. فاحنا نكتب H ووتر هو H2O. فاذا نرسمها بالطريقة اللي المفروض ترسم O H من هنا و H من هنا، لأنه ال H2O هو مركب بولر، مركب قطبي، فعنده به أقطاب موجبة وأقطاب سالبة. أوكي، هسه إذا سوينا استبدال، ممكن أكو نوعين من الاستبدال. أكو استبدال only one hydrogen. So if we exchange or replace one hydrogen atom راح يطلع لنا مركبات معينة. Or if we replace two, replace both, نقول اثنين اتوم both hydrogen ions or atoms. شو راح يصير عندنا؟ هسه خلينا نبدي بهذا اللي هو ما راح ندرسه اليوم، بس راح نعرف اذا بدلنا الهيدروجينات اثنينهم بمجموعة R. شنو هو الار؟ شفتوا المحاضره مالت استاذ اسامه؟ الار هو هاليد الهالوجين. هاليد لا، هو مجموعه الكيل بدون هاليد، عوف الهاليد، الهاليد هذا بعدين يضاف اليه. لكن الار هي مجموعه الكيل، ممكن يكون بها كربون وحده يعني سي اتش 3 سي اتش 4 يعني سي اتش 3 قصدي، ممكن يكون بها كربونتين سي 2 اتش 5، ممكن ثلاث كربونات، ممكن 120، ما يهمنا ايش قد. فاذا غيرنا وكتبنا هذه صارت OR OR، هذا راح يدخل إلى مجموعة من المركبات اسمها الإيثرز. حاليا ما علينا بها، ما ندرسها الإيثرز. أما لو بدلنا one hydrogen بهيك حالة راح يكون عندنا two options. إذا استبدلنا الهيدروجين ب R، أوكي، يصير اسمه R. هذا أحسنت، هذا الكهول. إذا استبدلناه بأريل جروب، أريل أو إتش، والأريل جروب هو مركب أروماتي يعني حلقي، مركبات حلقية أيضا هي الكيلات بس حلقية، راح يصير اسمه فينول. أوكي، اليوم راح ندرس الكحولات، المفروض كحولات وفينولز، لكن فينولز أجلناها الأسبوع الجاي حتى نركز على الكحولات اليوم، لأن هاي أول محاضرة الكحول. So what are alcohols? Alcohols, hydrocarbons with a functional group called hydroxyl. وشرح لكم أستاذ أسامة شنو يعني functional group. Functional group مالتها هو ال OH، يسموه hydroxyl group. التركيب مالتها او الرمز مالتها هو R OH، او هنا RCH2OH، ممكن يكون راسا R OH. الكحولات بها ثلاث انواع، هم بعدين هم راح نشرحها ان شاء الله. عندنا البرايمري الكهول والسكندري والترشري الكهول. دائما حساباتنا الكهول هذا اولي لو ثانوي لو ثالثي، primary secondary or tertiary، تعتمد على الكربون اللي مرتبطه بالهيدروكسيل جروب. So the carbon, if the carbon that is attached to the functional group اللي هو الهيدروكسيل جروب is also الكربون، تعرفون انتم كم عاصره لازم بيها؟ أربعة. 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 أحسن. فإذا أربع عواصر، خلينا نرسم الأربع عواصر مالت الكربون. العاصرة المهمة عندنا والأولى هي الـ OH group، خلصنا منها. وإذا كانت هاي الكربون متصلة بكربون أخرى، يعني إيش متصلة بشنو؟ R. R group. أي R ما عندنا مشكلة، مش طولة. المهم يبدي بكربون واحدة. وهنا هيدروجين. وهنا هيدروجين. This is called a primary alcohol. وأكو أحد مفتوح السبيكر مالته، سدوب شباب بلا زحمة عليكم حتى لا تسوي لي distraction. هذا اسمه primary alcohol. So the primary alcohol is the alcohol where the carbon attached to the functional group is also bonded to one carbon atom.
السكندري طبعا من اسمه برايمري كربون الام الفانكشنال متصله بكربون وحده. اذا السكندري الكربون ام الفانكشنال جروب تكون متصله. يلا من وياي اثنين مجموعتين الكين مجموعتين الكين ار هنا وار هنا. وطبعا حتى نكمل الاواصر اربعه صار هنا او هنا اتش. فاذا هنا الار ممكن يكون بكربون واحده يعني ممكن يكون سي اتش 3 بس ها هي ممكن يكون سي اتش 2 سي اتش 3 سي اتش 2 يعني هيك وممكن يكون ب 100 كربون ما يهمني. المهم الكربون الطرفيه هي وحده هذه راح تكون متصله بهذه الكربون والثاني نفس الشيء وبالتالي راح نسميه سيكندري سيكندري كربون سيكندري الكحول سوري. نجي على التيرشري الكحول. واتس ذا تيرشري الكحول ما دام هيك مبدئي يعني بديهيا ثلاثي متصل بثلاث الكربون ثلاث مجاميع الكيل مجاميع الكيل. فالكربون راح تكون عندها المين اللي هو الرئيسي مالتنا الاو اتش وبعد ما عندها اتش كله هنا انا ار هنا انا ار هنا انا ار او هاي مجاميع الالكيل طبعا هنا أنا اذا او نقول المتصله بثلاث ذرات كربون. لمجموعة الالكيل احنا ناخذ اول ذره كربون اللي متصله بذره الكربون مالتنا ام الاو اتش واضح. يبقى الار مالتنا هذا مختلف بين كحول واخر يعني ممكن يكون عندنا خلي شويه امسح لكم راح امسح حتى اقدر ارسم بس هنا انا اذا اذا مسحنا هذا بابا امسح يلا شو صار مسحتي وسخه مو زينه بدك تمسح زين اوكي نرجع للفن هسه اذا عندنا مثلا هاي كربون اهم شيء تكون متصله بمن الاو اتش جروب مالتنا تمام وعندي هنا اتش وعندي هنا سي اتش 2 سي اتش 3 وعندي هنا سي اتش 3 هسه هذا شنو نعتبر الكربون من يقدر يقول لي شنو نعتبر الالكهول سكندري وصلت الفكرة سكندري وصلت الفكرة وصلت. So this is a secondary لكن هنا هسه إذا الآر نريد إن نغيرها أو نريد نفكر شنو هي الآر نقدر نكتبه آر هذا CH3 إذا اعتبرناه آر هذا هم نعتبره آر شو تقولوا؟ نعم دكتور نعم دكتور فتحة. آر فتحة أحسنت واحد قال لي آر فتحة منكم الآر مختلف هنا ولذلك ما يصير اثنينهم أكتبهم آر ما دام مختلف أغير أما أسوي هذا آر 1 وهذا آر 2 أو هذا آر وهذا آر فتحة وبعدين إذا أكو آر لاخ مختلف أكو يعني يصير آر فتحتين وهكذا. فإذا تسمية الآر إذا كان المركب بنفس الآرات يمكن أكون مركب آخر ممكن يكون هنا الكربون هاي الـ OH هنا CH3 أوكي وهنا CH3 هاي هذا هم سكندري لكن هذا شو يختلف يختلف عن الكحول هذاك هذا صار غير مركب. هنا الـ R هذه نفس هاي الـ R عرفتوا شلون فاثنين هم أسميهم R واضح. هذا من الأشياء زين دكتورة نعم تفضل دكتورة احنا ليش هذا نسميه آر زين هو هسه هذا المركب يعني هو كحول كحول مثيل هسه هذا لا هاي أنواع من الكحول المثيلي هو هو مجرد مجرد كربون متصل CH2OH هذا المثيلي لا دكتورة غير CH3 هذا الأثيلي CH3O هذا المثيلي اي نعم زين هسه هذا بذرتين يعني من الكربون اذا هذا تغير صار غير كحول
اي هذا يعني نقدر هاي السي اتش 3 ما نعتبرها الكيل، هاي تعتبر يعني ضمن السلسله مال. لا هاي ما حصير، هذا راح يصير اسمه داي اثيل الكحول. نعم اوكي داي اثيل الكحول. وطبعا بس صوت يقطع لان شويه ما ادري يمكن ضعيف يمي ما ادري. لا من اكتب بالقلم شويه قطع، لذلك تشوفوني مرات اسكت اكتب يلا احكي له احكي له اكتب شويه ما اعرف ليش هاي الفيتشر مدى اضبطها، بس اكتب بالقلم يقطع. فهو اذا اذا هذا بي تو تو العفو داي مثل هنا هذا داي مثل ماشي. وهذا بعد اذا تريدون شرح بعد شويه على التسميات وعلى الفانكشنال جروبس حضروا اسئلتكم الخميس استاذ اسامه يشرح لكم بعد حتى ما نطول اكثر عليكم. دكتوره نعم تفضل. انا دكتوره ليش نسمي داي مثل؟ ها انت قل لي، خل اكتب لك اياها مضبوط الشاشه. انت تقول لي ليش اسمي داي مثل؟ سيقول شورطني وحكيت وسكت. لا دكتوره عادي هسه حالي او مجال هذا متسجل ماكو مشكله بعد انتم يعني تشوفوه باذن الله بالتسجيل. هذا مسحنا باب المساحه طلع لي القلم. هسه نرجع نرسمه وهذه مثيل جروب سي اتش 3 مو وهذه مثيل جروب سي اتش 3. هسه احنا ليش سمينا داي مثل؟ شنو معنى كلمة داي؟ ثنائي ثنائي باللاتيني ثنائي مو رقم الآسرة هنا دكتور يعني رقم اثنين رقم الآسرة داي يعني ثنائي، فهذا الكحول هو ثنائي المثل. انتهى الموضوع باثنين بمجموعتين مثل. إذا عندي مجموعة ثالثة هنا ايش راح يصير اسمه؟ تراي مثل اوكي واضحه ماشي. خلينا نكمل. احنا هسه كل ماده كيميائيه لها two types of properties، بها physical properties وبها الكيميكال الصفات الفيزيائيه والصفات الكيميائيه. من الphysical properties المهمه للالكوهول is that it is polar. They are polar compounds. ليش they are polar compounds? Because of the presence of the OH group. The hydroxyl group makes the alcohol a polar compound. وهو مقنع الموضوع it makes sense لأنه المي صح وإحنا نقول عليه H2O بس هو في الحقيقة بي OH صحيح لو لا HOH ممكن نقول المي عبارة عن HOH هذا polar. فإذا وجود الـ OH يسبب polarity في بالcompound. شنو يعني polarity؟ يعني القطبية. أيضا because of OH و H يعني الهيدروجين حقيقة الcompound link, bonds there is a hydrogen bond. There is a hydrogen bond link that links the molecules to one another. طبعا ما عدا بعض الكومباوندز الكبيره كلش اللي ما تصير بها هاي الهيدروجين بوند، لكن لما يكون عندي هسه هذا ار ايش هنا اي او اتش وهنا هم عندنا ار او اتش ويجي يم هنا ار او اتش تبدي يصير هيدروجين بوندينج بين الذرات أو الجزيئات العفو اللي موجودة داخل المركب هذا. وبالتالي because of this hydrogen bonding رح هذه تسبب لي ارتفاع في درجة الغليان. So because of hydrogen bonding alcohols tend to have higher boiling points than other hydrocarbons and ethers. تذكرون قلنا إذا استبدلنا الهيدروجينات اثنينهم يصير ether هذا R هذا هم بولر بس ما بي هيدروجين وبالتالي ماكو هيدروجين بوندينج. لذلك الإيثر إذا سامعين عنه هو جدا متطاير كلش بسرعة متطاير يعني بسرعة يتطاير لأنه ما عنده هيدروجين بوند تخليه يكون مركب مستقر ويحتاج والبويلينج بوينت مالته تكون جدا قليلة.
أما الكيميكال بروبرتيز فالالكوهولز كلش مشابهة للماء. They are like water and they can show acidic or basic properties. ليه؟ وين؟ يم الـ OH group. شنو يعني acidic or basic properties؟ الماء تذكرون إذا أنتوا درستوا بالكيمياء؟ حامضي أو قاعدي. نعم؟ حامضي أو قاعدي. يعني الماء أمفوتيري أحسن إذا أريدها الكلمة. الماء هو جزيئة أمفوتيرية ممكن تشتغل كحامض أو تشتغل كقاعدة. So the alcohols are like water. They can show either acidic or basic properties, but they are slightly weaker acids than water. إذن هو حامض ضعيف أضعف من الماء. الكحولات هي حوامض أضعف بالماء. لكن still they can react with the strong bases. تعرفون الحامض الضعيف يتفاعل مع القاعدة قوية مو هيك؟ فإذن الكحولات ممكن تصير كحامض ضعيف وتتفاعل مع قاعدة قوية مثل الصوديوم هيدروكسيد أو تتفاعل مع الرياكتيف ميتلز مثل الصوديوم واحد. وهذا التفاعل كلش مهم رح ينتج أملاح معينة. The salts that results من هذا التفاعل between الالكوهول والصوديوم or any metal, any reactive metal يسموه alkoxide. فالفورميلا مالتش راح تكون ROM plus RO الكحول كان ROH راح يطلع الكحول ويجي بداله الميتال فراح تصير ROM plus. هسه من اهم المواضيع مالت هاي المحاضره هي types of alcohols اللي قلنا primary secondary and tertiary. وهسه فهمتوا شنو يعني primary شنو secondary شنو tertiary so راح نشرح لكم أمثلة عليها هسه هنا. دكتورة بس سؤال تفضلي ماما. هذا نيتشه نحفظه لو بس نفهمهن شنو انه مال ال physical وال chemical طبعا شو يعني شو ما تحفظيها لعد أنا بالامتحان شو أجيب لك ها خلاص of course everything كل شيء ينذكر بالمحاضرة لازم تحفظه ها أكفد ملاحظة أقول لكم إياها. أنا هاي المحاضرة ما أخذتها من كتاب اسمه the chemical basis of life. هذا الكتاب ماكو إلى PDF مع الأسف ما قدرت أدبر لكم PDF لأنه كتاب قديم من سنة 1982 بس لأنه هاي المواضيع هي نفسها يستخدموه طبعا كلية طب بغداد وطب مستنصرية لأن المواضيع هذه basic يعني ما بيها هواية تغييرات مثل المواضيع الكلينيكال فنعطيكم احنا بيس. هذا الكتاب انا اشتريته وديته نسخة من عنده عند ابو المكتبة مال الجامعة المستنصرية اللي يم نادي المستنصرية اذا تندلوها نادي كلية الطب مال المستنصرية. بس تسألون وين المكتبة مال المستنصرية يدلوكم واضحة شوي لغاد من بنايتنا. حضر لكم أبو المكتبة بس المواضيع اللي أنا ممكن طلعت منها يعني بحيث يعني الكتاب كله يصير غالي عليكم سأنسخ لكم بس فقط المواضيع المهمة اللي إذا تحتاجون مرجع فاللي يريد مرجع يقرأ بي يدور معلومة يأكد معلومة يجاوب نفسه على سؤال يدور له سؤال يسألنا إياه تلقوها عند أبو المكتبة. هذه سويناها عبارة عن فصول يعني هو ملزمة سوالكم ملزمة فصل الأورجانيك دورة شو اسم هذا الكتاب وملزمة سأقول لك وملزمة فصل الأناليتيكال وحتى الحياتية اللي احنا نركز من البينكوت سويت لكم مالت يعني عندي مالت البي دي اف هم اكو بعض الأمور خليت لكم إياها من هذا الكتاب. الكتاب اسمه The Chemical Basis of Life. إذا اللي بيكم يريد إلا يشتري الكتاب بس هو ماكو بالسوق يعني اكو بس نسخة مستنسخة تعبانة. فأبو المكتبة ايش سوى انطيت النسخة المستنسخة مالتي اللي هي صغيرة كبر لكم إياها وسوى لكم إياها محاضرة يعني شو يسموها انتم ملزمة فاللي يحب ياخذ من عدها بكيفه. هذه موجودة عند أبو المكتبة. نرجع للتايبس اوف الكوهولز قلنا البرايمري الكوهولز ار ذوز وذ او اتش جروب لوكيتد ات ذا برايمري اي برايمري كاربون اتوم
فالكربون اتوم اللي متصلة بكربون واحدة فقط هاي نسميها primary carbon that is bound only to one other carbon. وقلنا أمثلة عليها هسه هذا الإيثانول مثلا، إذا نجي نرسمه هذا الإيثانول وهذا طبعا خطأ. نجي نرسمه هو عبارة عن CH3، هذه CH3 R مو هاي الR مالتنا، بعدين CH2 OH. وبالتالي the carbon atom هاي that is bound to our OH group is only bound to another one carbon atom. Okay, مثل ما شرحنا this is primary. هذا هنا الخطأ مو هنا. اوكي هو صحيح بيوتانول بس هذا خطأ. هنا صار عندنا خطأ بالمركب، هو بيوتانول C4H9OH، لكن هنا هذا من يقول لي هذا شنو؟ كحول. كحول بيوتانول. بيوت بي أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فإذا إذا رسمنا هاي الكربون مالتي اللي بيها الـ OH متصلة بأثنين هنا ومتصلة بهذا الـ R كله، إذن هاي شنية؟ Primary alcohol. أحسنت. نجي على secondary alcohols. These are with OH groups located on a secondary carbon atom. ومثل ما قلنا أكو هنا هذا مو بيوتان، هذا الغلط مو ذاك، هذا عبارة عن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا بنتان ثري أول. عندنا هذا بروبانول أول واحد، هاي كربون مالتنا اللي متصلة بمن اللي متصلة بالأو إتش، هي اللي راح نحسب حسابنا. إذا متصلة بكربون واحدة يعني هذه برايمري، إذا متصلة بكربون تين يعني سيكندري. أحسنت. وإذا متصلة بثلاثة يعني تيرشري. هسه ايش متصلة بكم وحدة؟ اثنين. سيكندري. سيكندري. وبعد هذا ذني السي اتش 3 نعتبرهم ار ارين مختلفة لو ار واحدة؟ ار واحدة. اذا هذا ممكن نكتبه ار هنا وار هنا، بينما هنا نفس الشيء، هذا ايضا والله هم نفس ال هذا ايضا هذا الار مشابه لهذا الار، اثنينهم سي اتش 3 سي اتش 2 ار واحدة. اها فاذا نقول ار بار، او شو نقول؟ نقول داي. داي شنو هذا؟ اثل. داي اثل بنتان 3 4. اوكي دكتورة، ذاك البروبان هم نقدر نسميه داي؟ البروبان هذا؟ لا، البروبان بالسكندري. اي طبعا هذا داي اثل بروبانول. Right. مع ذلك هاي التسميات اي سؤال عندكم عليها تسألون استاذ اسامة لان هو الخبير مالتنا بالكيمياء العضوية. اوكي دكتورة بس سؤال تفضل. بالصفحة اللي فاتت شلون عرفنا هذا برايمري يعني احادي؟ ترى انا سألتك على الداي انقطع النت وما فهمت. هتشوفها بعدين المحاضرة، بس خلي بالها دقيقة الثانية اللي الشخص ولد الاخ منه سألني شلون عرفنا شنو. أنا دكتورة مكتوبة الصيغة الجزيئية مو التركيبية، شلون عرفناها أحادي؟ ها وأنت لازم تعرف شلون تسوي جزء الصيغة التركيبية مو صحيح؟ أي نعم دكتورة. وإذا أنت بعدك ما معارفها تخلي لا. بالك كل ذرة كربون لازم تكون عندها قلنا أربع أواصر. أي أقرب ذرة كربون للأو إتش هذا الأو إتش مو؟ أي نعم دكتورة. ثاني واحد واضح؟ ف وتبدي تحسب زين. هو شلون تكون الصيغه مالته اذا كان ثنائي يعني؟
ثنائي يعني قصدك هذا السكندري الكهول؟ مو هاي الصيغة التركيبية الجزيئية اللخ الفاتت، يعني شلون يصير ثنائي؟ يعني ممكن يكون اسمه هذا CH3 by 2 ها وذا ثلاثي باي ثري وذا ثلاثي باي ثري حسنت. شكرا دكتور. نجي على التشري. التشري الكهول هذه هم أمثلة عليها مثلا هذا. دكتور ممكن سؤال؟ تفضل. دكتور دائما الرقم الـ OH نخليه 3 و2 قبل الـ OL. ها هنا أنا هذه هم يشرح لكم يا إن شاء الله أستاذ أسامة. إحنا دائما الكربون اللي بيها الفانكشنال جروب نبدي نبدي الترقيم من يمها لازم. يعني هسه بالنسبة لهذا ما يفرق مين أبدي واحد أو اثنين صح ولا لا؟ صح نفس الشيء. لأن هي صارة بالنص فأخذ واحد اثنين وبالتالي مجموعة الأول وين صايرة؟ كربون رقم 2. هنا الترقيم راح يكون منا لازم. نعم. ليش؟ لأن هذه وبالتالي صارت 2. أكو مركبات أطول، مركب بي مثلا فد واحد 7 كربونات أوكي؟ والأو إيش مثلا جاي هنا؟ بدي رقم راح ابدي منه. نعم واضح. 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا اوكي. نعم تمام. هسه عندكم فد هوم ورك انزل لكم اياه مكتوب، يعني انتم بس تجاوبون على السؤال. كل واحد بيكم يرسم الرسم يمه ويباوع هذا برايمري سكندري اور تيرشري ويسوي تيك على الاختيار مالت الصحيح. الهوم ورك هذا classify the following alcohols into primary, secondary and tertiary. هذا وهذا وهذا اوكي. ينزل لكم ان شاء الله كهوم ورك. احد عنده سؤال على الهوم ورك؟ دكتور يعني نجاوب نعم عيد الكلام ما سمعتك. يعني نجاوب هذا الهوم ورك بالتعليقات؟ لا مو بالتعليقات، هي راح يكون راح ينفتح استماره تدخل تجاوب عليها وتسوي سبميت اوكي. ان شاء الله. هسه احنا اني وعدتكم وقلت لكم احنا ليش. نعم تفضلي. بس الهوم ورك اليوم يعني ندزله ايش وقت عندنا يعني مفتوح الوقت يعني الهوم ورك؟ الهوم ورك يعني قبل الاسبوع الجاي قبل المحاضره الجايه اوكي. لكن يعني قبل الثلاثاء القادم. قبل الثلاثاء القادم اني لما انزل لكم اياه بعد تحلوه تسوي لي سبمشن، يعني ما حتكتبون بيديكم راح تحلون اسئله على الفون اوكي. اوكي يعني دكتور بس اسف الصوت قطع عندي، بس يعني هو عندنا وقت لحد الثلاثاء القادم مو اسف الصوت قطع عليه. اي عندك وقت لحد الثلاثاء القادم وعندك استماره راح تنزل تجاوب الاستماره دينا هذا الكترونيكلي. ها دكتور الاستمارة هسه أجاوبها مو يعني همين بها أسئلة على الموضوع؟ لا أنا راح أسوي لكم الاستمارة ونزل لكم إياها بعدني ما مسويتها، بس مجرد أسوي لكم هزاب يسموها يعني أحضركم نفسيا للهومورك. أوكي دكتور هي استمارتي إيش عفواً يعني مثل استمارة حضور لو شنو؟ هي تشبه استمارة الحضور بس راح يكون اسمها هومورك. من تطبون عليها راح تسجلون اسمكم والرقم الأكاديمي مثل الحضور وبعدين راح يجيكم هذا السؤال. مثلا أول واحد هذا This alcohol is A primary 2 secondary 3 tertiary. أنت لازم ترسمي يمج وتشوفي هذا primary لو secondary لو tertiary وتسوين تك على الجواب الصحيح. تخلصون الثلاث أسئلة تسوون submit ينزل عندي الإجابة مالتكم. أوكي دكتور. ودكتورة اليوم محاضرة يعني تسجيل بالاستمارة مو يعني مو الميت؟ بالاستمارة وبالميت. الميت هو يعني تلقائيا يسجل، وبالاستمارة هذا بس إلي برجع لأنه خاف مرات الميت
ما عندنا ما اعرف شنو لان بعدنا بدايه بالجديد احنا بدنا نسجل بالميت هسه. اوكي شكرا دكتور. وراني مجموعه جديده دكتور. ماكو مشكله بالاستماره. اوكي العفو دكتوره. ماكو مشكله المحاضره تتسجل. هاي المحاضرة دا تتسجل هسه وما عندنا مشكلة أي استمارة هي راح تكون قصدي يعني أنت يا جروب المهم تسجل حضورك بالاستمارة. أظن خليت لكم أني خليت لكم أحد المعلومات اللي هي يا جروب أو كاتبت لكم أني الصف يعني تكتب مثلا A1 A2 هيجي أظن هيك خليت ما أتذكر ولا العفو دكتورة بس التسجيل مال حضور مال استمارة هسه انسدت انا ما سجلت دكتور انا سجل حضور عادي بالاستماره اقول لكم راح يروح يخلص وقت المحاضره على الاستماره استماره مفتوحه ما سديتها من تخلصون المحاضره طب مسجل حضور دكتور انا زوده شلون دخلت لا النت مالتك مو زين انا ما سديتها بعدها مفتوحه وهذا اشيك لكم ورا المحاضره عود اشيك اذا طلعت مسدوده افتح لكم اياها يعني. اوكي دكتوره يلا بعد واحد يسالني على شو اسمه خلينا نكمل ممنونة. أي هسه إحنا قلنا لازم نربط دائما الكيمياء مع البيولوجيكال سيستم لأن إحنا اللي يهمنا شنو اللي يهمنا هو أنت طبيب اللي يهمك البيولوجيكال سيستم اللي يهمك الكيميكال رياكشنز that are happening inside our bodies لأن هذه هي راح تحدد لي شنو المشكلة بهذا المريض. إذا أكو مريض يجيني أنا ما أعرف إيش بيه إذا أنا عندي فكرة شنو نوع الرياكشنز اللي تصير وعندي فكرة عن الهيستوري مالته أعرف مثلا بالنسبه للكحولات اذا اعرف هو يشرب كحول لفترات طويله راح افكر ممكن يكون عنده كذا 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 وبالتالي يبدا عندي تشخيص يعني اولي بريليمينري يسموه الى ان اسوي له تحاليل والى ان اسوي له وات ايفر سونار واشعه وما اعرف شنو. فمن اهم التفاعلات للكحولات اللي هي مهمه وموجوده in our bodies is oxidation. So what is oxidation? Oxidation is the chemical reaction that results in the loss of an electron from ions, atoms, or molecules. إذا الأكسيديشن هو نخسر إلكترون. الجزيئة تخسر إلكترون وبالتالي تتأكسد. Each type of alcohols yield a different type of compound from oxidation. فكل نوع من الكحولات عنده فد مركب معين يطلع من عنده بعد الأكسيديشن. فنبدأ بالبرايمري alcohols. If the primary alcohols were oxidized, they will yield an aldehyde. And then, if they are further oxidized, they will yield carboxylic acid. إحنا هالالديهايدز والكاربوكسيليك أسيدز إن شاء الله حندرسها على الأسبوع الجاي. الالديهايد باعوا العلامة مالته شنية RCHO يعني R double bond O okay. بالنسبة للكاربوكسيليك أسيد RCO2H اللي هو R C double bond O O H وبالتالي لما أنا عندي R C O H من أسوي له أوكسيديشن راح أشيل هاي الH وراح أجيب بمكانها something يعني أو بالأحرى راح أخذ هاي الH ما أجيب بمكانها شيء فش راح يصير راح تجي تصير آصرة هنا ثنائية بدل الأولية لأنه الكربون يريد أربع عواصر لما شلنا الH من الأكسجين صار عنده إلكترونات يعني ناقص أجا أخذ من الإلكترونز مال الكربون فصار عندنا aldehyde. إذا استمر الأكسيديشن راح يسوي لنا الكربوكسيليك أسيد. So تحفظوها. البرايمري الكحول ينطيني ألديهايد. If there further oxidation ينطيني كربوكسيليك أسيد. هاي راح ندرسها بعدين. فلا تدخون بالكربوكسيليك أسيد والألديهايد. من ندرسها أسبوع جاي راح تفتهمون ليش. إيش معنى البرايمري ينطيني بس ألديهايد. السكندري الكحول راح ينطيني كيتون. الكيتون هو عبارة عن R C double bond O R يعني هنا لأنه إحنا secondary alcohol شنو هو؟ قلنا هيجي R C O R هنا
فبالتالي الاو مالته صايره بالنص ما صايره طرفيه. هنا البرايمري الاو طرفيه، وبالتالي الدبل بوند السي دبل بوند او راح تكون طرفيه، هذا يسموه الديهايد. بينما بالثاني هنا السي والاو الكربون اللي مرتبطه بالاو اتش مو طرفيه صايره بالنص، وبالتالي المركب اللي راح تنطينا اياه هو سي دبل بوند او بالنص، هذا يسموه كيتون. اي مركب بي سي دبل بوند او بين ار ان هذا يسموه كيتون. التيرشري الكوهولز تقاوم الاكسيديشن، تقبل تسوي اكسيديشن. ليش حسبناها حساب عرب؟ هنا او اتش وهنا ار وار وار، وجا يريد يسوي اوكسيديشن دي ياخذ هذا الاتش، ايش يبقى لي هنا؟ هذه الاكسجين تبقى تريد ترتبط، فتريد تجي هنا تسوي دبل بوند، ما تقدر لان ليش ما تقدر؟ من يقول لي؟ كربون يصير خمسه، بوند يحتاج اربعه وهو اوريدي عنده ثلاثه، فبالتالي تيرشري الكوهولز are resistant to oxidation. In our biological system, oxidation of alcohols is important. It's an important reaction. بس هذا important reaction needs a catalyst. تذكرون العامل المساعد من درسنا بالكيمياء؟ أكو شيء اسمه العامل المساعد للتفاعل، اللي هو يدخل إلى التفاعل يسرع في العملية مال التفاعل ويطلع منه كما دخل. يعني شنو؟ يعني ما يشارك بالناتج النهائي شنو هو، فقط عامل مساعد. In our living systems, الانزيمز الانزيمات هي العوامل المساعدة المهمة في معظم التفاعلات اللي موجودة، يضاف إلها أحياناً metals. So كل oxidation للألكهول لازم أكو catalyst اللي هو عامل مساعد، enzyme catalyst اسمه dehydrogenase enzyme. ليش اسمه؟ مبدئيا الانزيمات ان شاء الله حتاخذوها انتم على الكورس الثاني، بس كفكره عامه لازم تعرفون انه الانزيم شلون يتسمى؟ يتسمى حسب الشغل اللي راح يشتغله وحسب المولكيول اللي راح يشتغل عليها، وبالتالي هذا الانزيم راح يسحب الهيدروجين من الكحولات، ولذلك اسمه ديهايدروجينيز انزيم. قد مثال على هذا الموضوع في الاور بايولوجيكالز ان اور بايولوجيكال سيستم is the citric acid cycle. شنو هي citric acid cycle؟ من يعرفها؟ شنو اسمها اللاخ ما خذيه بتوب الثانية؟ دورة حامض كريبس. دورة كريبس أحسنت. بها عدة أسامي. TCA بها مجموعة من الأسماء. هذه طبعاً تعرفون أنتوا هاي دورة مهمة لإنتاج الطاقة في جسم الإنسان. بالcitric acid cycle the reaction is the oxidation of an alcohol to a ketone. هنا أنا أكو بالستريك أسيد سايكل واحد من المنتجات هو الكهول يتأكسد يصير كيتون حتى يكون لي الأوكسالو أسيتيك أسيد. فإذا ترجعون للصور وتباعون الستريك أسيد سايكل راح تشوفون أحد النواتج مالتها هو أوكسالو، أحد الفقرات مالتها أوكسالو أسيتيك أسيد. هذا دكتور بس سؤال دكتور. نعم يعني هاي التفاعل يعني بمعادلة أو بس هيك حاجي؟ لا هسه أنا ما أعطيكم معادلات، الحقيقة أكو وحدة معادلة بس أشرح لكم شرح عام، يعني مو ولا تحفظوها بس حتى تفهمون، بس هذا أريدكم تفهموه بدون معادلة. ممكن كان لازم أخلي لكم الستريك أسيد سايكل حتى تشوفون، هسه يعني انتبهت، بس مو مشكلة. أنا أهم شيء عندي أن تعرفون أنه الكهولز in our system they need oxidation، حتى الجسم يتخلص من هذا الكحول يحتاج إنه يسوي له أكسيديشن. هذا بالنسبة أكو كحولات نواتج عرضية من كريبس سايكل، لكن إحنا بعدين راح نحكي بعد الكحول اللي إحنا اللي كونسيوم اللي يأخذ الإنسان يشربه. طبعا هذا الرياكشن اللي يحول an alcohol to ketone making oxalo acetic acid is catalyzed by the enzyme مالت dehydrogenase. فكل رياكشن الانزيم ماله ايضا باعوا اسمه دي هيدروجينيز باسم الماليت اللي هو الجزيئة اللي راح يشتغل عليها. هذا مثال كمعادله، هاي مو للحفظ بس حتى تشوفون انه هذا برايمري الكهول.
البرايمري الكهول الاو اتش صايره طرفيه بعد ماكو كربون لوحه صح ولا لا؟ وبالتالي انطتنا السي دبل بوند او اتش وهذا يسموه الديهايد. ينطينا بعدين هذا اذا يكمل الاوكسيديشن مركب وسطي ينطينا هذا يعني عرضي وبعدين يكمل الاوكسيديشن وراح ينطينا الكاربوكسيليك اسيد. وهذه حاليا للعلم والاطلاع مالتكم، لكن احنا اسبوع الجاي بناخذ الالديهايدز والكيتونز ومناخذ كاربوكسيليك اسيد، هذه راح تحسوها حلوه المعادله وتقولوا لي قولوا لي عافيه خلينا نحفظها وتجيبي لنا اياها بالامتحان. اوكي نجي على الالكوهول ميتابوليزم. اكو طبعا كل ماده تدخل الى جسمنا needs metabolism and alcohol is metabolized in the liver. So 90% of the consumed alcohol يعني 90% 90% من الكحول اللي يشربوه الدول يعني اللي يشربون كحول is transported to the liver for metabolism. وطبعا هذا راح يتعب الليفر لانه there are two يعني اكو عده reactions تصير وبيها two important enzymes for this. الانزيم الاول alcohol dehydrogenase اللي هذا شو يسوي؟ هذا يطلع ياخذ الهيدروجين من الكحول. وبعدين احد النتائج هو الاسيتالديهايد اللي ايضا نحتاج انزيم اسمه اسيتالديهايد ديهيدروجينيز حتى يكسر الجسم ويتخلص من عنده. هذه العمليه تسبب الكثير من مجموعه من الامراض للانسان، ولذلك احنا يعني تحريم الكحول اعتقد يعني سبب مهم جدا انه يسبب امراض للانسان ما لها داعي. So, لكن خلينا هسه نحكي شلون راح يتسبب المرض. اكو تو تايبس اوف سيناريوز. السيناريو الاول سمول دوزز اوف ايثانول انتيك، يعني هذا اللي يشرب كحول بكميات قليله وبفترات متباعده. This causes a mild انتبهوا هنا على المايلد ترانزيت unnoticed injury liver injury. الكحول هذا حتى الكميات القليلة اللي دا يشربها الشخص وبأوقات متباعدة هذه شوي شوي تتسوي injuries للكبد، ما حد ينتبهه، هو خفيف و unnoticed ما راح ينتبه له لكن موجود، يعني شوي 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 مثل وشبهت لهم إياه للجماعة بالصبح، قلت لهم مثل صغار الذنوب، ذنب من ناس غيره ذنب من ناس غيره لأنها صايرة تلة. فهذا نفس الشيء شوية 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 إلى أن يؤذي الكبد. أما البرولونت السيناريو الثاني هو البرولونت كونسومشن اللي هو استهلاكه لفترات طويلة ولمدد وبكميات كبيرة، هذه ممكن تسبب لنا ليفر أبنورماليتيز كثيرة، أخفها وأقلها هي الألكوهوليك فاتي ليفر، and then أتعس من ذلك الألكوهوليك هيباتيتس، والتعيسة جدا الألكوهوليك سيروزس. هذه راح نحكي على كل واحد منها شوية. نبدي بالألكوهوليك فاتي ليفر، راح نحكي شنو هو، شو راح يصير changes اللي بي، وشنو الكاركترستيكس مالته، و المنيك يأثر. فهنا هو مايلد، يسموه مايلد كاتيجوري، هذا يعتبر الأخف واحد مثل ما قلنا. There are a little changes in liver functions. أكو changes بالliver function tests هي measurable. Liver function tests هي يسموها تحاليل الكبد، تعم سامعيها أنت، اللي هي GOT كان اسمها قبل GPT والكالين فوسفاتيز. GOT GPT alkaline phosphatase حاليا اسمها AST ALT and GGT. So at this stage there is a slight elevation in liver function tests. الليفر بايوبسي اذا ياخذون من الليفر يسوون بايوبسي يعني ياخذون خزعة it will show fatty infiltrates in the liver vacuoles يعني يكون الليفر ب فاتي بدهون. Mostly هاي المهم
فعليه من تأثر young and middle aged people. هذا الالكوهوليك فاتي ليفر سيروزز مايلد كاتيجوري. الاليفيشن بالليفر فانكشن تيست از سلايت مو, وبالبايوبسي راح نشوف فاتي انفيلتريت and it affects young and middle aged people. بعدكم تسمعوني؟ نعم دكتور. بس اخر نقطتين ما فهمتهن. اخير نقطتين دكتور شوي عربي على كيفك انا بالانجليزي. اوكي احنا اتفقنا لازم انجلش, ترى عندي اشرح لكم عربي هسه لين ابدايات, بعدين شوي شوي بدي نحول كل شيء. ايه بالتدريج مو قبل. ايه بالتدريج مو قبل. ليفر بايو كيفك يا انس لك على على كيف اكثر من هيك. نرجع الكهوليك فاتي ليفر بين فاتي يعني دهون, يعني تصير تراكم دهون على الكبد بسبب الكحول. هذه تعتبر مايلد تشينجز بسيطه بالليفر فانكشن. ليفر فانكشن تيست هي تحاليل الكبد. شباب اكو احد مايك مالك هذه من يمك اعتقد لانه لازم انترنتك مو زين. اكو كلكم صوتي يقطع يمكم؟ اي نعم دكتور قام يقطع. لا دكتور, الشاشه متقطع عندي مو بس الصوت. شباب معناته شويه ضعيف. من تشوفون المحاضره ان شاء الله تشوفوها بدون تقطيع, يعني ما تكون تقطع من تنزلوها. اوكي فهذا قلنا يسوي سلايت اليفيشن يعني ارتفاع بسيط في الليفر فانكشن تيست في وظائف الكبد في تحاليل وظائف الليفر فانكشن تيست يرتفع ارتفاع بسيط. دكتور قام يقطع الصوت ماتج. اي ادري بيقطع مو هذا قلنا بسبب النت. وبالنسبه للكتابه من اكتب يقطع ارجع عيده عاد اشوفوني دا عيده مره ثانيه ورا ما اكمل كتابه. ليفر فانكشن تيست هذه وظائف الكبد, وظائف الكبد راح ترتفع ارتفاع بسيط. شنو هي وظائف الكبد؟ جي او تي جي جي تي. ايضا اذا اخذوا بايوبسي من الليفر يعني اذا اخذوا خزعه من الليفر من الكبد راح يلقون فاتي انفلتريت, راح يلقون دهون على الكبد. واكثر شيء علي من ياثر it mainly affects young and middle aged people, الشباب والوسط اعمار الوسط. النوع الثاني خلني أنا يعني دا أحاول أنه أرد أكمل لكم حتى وراها شعدكم سؤال. النوع الثاني هو الالكوهوليك هيباتيتس. هذا قلنا درجات أقوى من هذاك. فإذا there are more evidence of liver damage, أكثر liver damage أوضح, يعني يتلف الكبد تلف الكبد هنا أوضح. هنا أيضا راح ترتفع وظائف الكبد بس مو سلايت مثل هذاك قليل, هنا مودرت يعني اكو ارتفاع واضح متوسط بوظائف الكبد. ايضا دكتوره بس سؤال شلون ترتفع وظائف الكبد؟ هي الوظائف الكبد هذه لها علاقه بعمل الكبد, كل ما كان اكو مشكله بعمل الكبد راح ترتفع. شلون نعرف ارتفعت؟ راح نسوي تحليل دم للمريض, نطلب وظائف الكبد يحللها المختبر وتطلع مرتفعة لأن أكو normal range لكل التحاليل. تعرفون أنت كل تحليل بالnormal range اللي هو الجزء الطبيعي لازم يكون. أنا أتوقع أنه أنت يطلع عندك بهالمكان إذا أنت طبيعي, من يصير أعلى معناته عندك مشكلة. أوكي أيضا الصبغة الصفراء البيلروبين أيضا راح ترتفع, ممكن توصل إلى 30 ملغرام per deciliter. من يقول ايش قد هي النورمال؟ من يعرف احد سامع ايش قد المفروض الصفراء تكون بالدم؟ اقل من واحد. فتخيلوا انتم هذا صاعد لل30, يعني احنا الاطفال مرات يصعد
دول البيبيز حديثي الولادة يصعد 1.2-1.5 يبدي وجهه يصير أصفر وعيونه يصير داخلها صفر إذا وصل 8 هذا يوصل إلى 30. أيضا السيرم بروتين راح ينخفض، بروتين الدم راح ينخفض عند هذا المريض، وخصوصا نوع البروتين اللي اسمه الألبومين هذه إن شاء الله راح تأخذوها بالكورس الثاني وتعرفون أنه تصنيع هذه البروتينات داخل الكبد تكون، وبالتالي لما الكبد تعبان ما راح يقدر يصنع بروتين فراح يقلل البروتين بالجسم، وحتى البروثرومبين تايم يزيد يعني تخثر الدم مالت المريض راح يكون أبطأ من الطبيعي. هسه هاي المرحلة الثانية اللي هي الألكوهوليك هيباتايتس. نجي على المرحلة الأقوى اللي هذه الألكوهوليك سيروزز، وهذه أيضا هذه أعلى شيء وهذه كلش سيفير ستيج، من يوصلها المريض يعني واصل مراحل جدا متقدمة من المرض. طبعا كالعك مثلهم كلهم أيضا there's high elevation بوظائف الكبد، الصبغة الصفراء البيلوروبين أيضا هاي، أيضا still إحنا الكبد تعبان فبروتين ما راح يتكون، وبالتالي راح يصير عندنا انخفاض في السيرم بروتين especially albumin decreased serum protein especially albumin prolonged prothrombin time أيضا فترة تخثر الدم يكون طويلة. شايفين مرات واحد من يروح يسوي عملية الطبيب يطلب له PT و PTT، هذني هن قياس سرعة تخثر الدم، هنا المريض يكون تخثر دمه ما يتخثر بسرعة، وإن شاء الله بعدين راح تقروها بالفيزيولوجي وبالدروس الأخرى كطبيب. أنت تخاف من المريض دمه ما يتخثر بسرعة إذا تشتغل العملية صح ولا لا؟ أنت تريد دمه يتخثر بصورة طبيعية حتى من تشتغل عملية وتسد الجرح بعد ما يظل ينزف. أيضا بالإضافة إلى ذني كلهن حيصير عنده غاسترو انتستينال بليدينج، حيصير عنده نزف من المعدة والأمعاء، وراح يصير قد يوصل إلى حالة من الأسايتس اللي هو تجمع سائل البلورال فلويد يتجمع في البطن، شو يقولون هذا عند مي بطنه، هذا يكون جدا خطير واصل مراحل خطيرة. طبعا وياها ويت لوس، طبعا إذا نسبة البروتين عنده تقل هو راح يقل وزنه، ويكنس ضعف، هيباتوميغالي تضخم بالكبد، ممكن يصير عنده أبو صفار، جوندس، فيفر، طبعا هو ما راح يشتهي يأكل فراح يصير عنده مال نيوتريشن، وأيضا راح يصير عنده أوديما يعني جسمه يبدي يورم. هذا مرض خطير. الـ 5-year survival rate is very low. يعني شنو 5-year survival rate؟ يعني احتمالية أنه يعيش لمدة 5 سنوات هذا المريض قليلة. في حالتين إذا ترك الكحول بعد ما قام يشرب ممكن يوصل 60% منهم ممكن يوصلون إلى 5 سنوات يعيشون بعد بدء المرض، لكن إذا ظل يشرب يعني ماكو 30% منهم، ما توصل حتى يجوز 30% أنه يصيرون زينين. طبعا هاي بعد حسب ستر ربك. الكحول الشيء الأخير أنه أيضاً تستخدم بالدرج إندستري، استخدامها بالدرج إندستري to make drugs، فقسم من الدرجز هي base موجودة or solvents تكون يعني كمذيب بالدرجز، وهي أيضاً تستخدم كsolvents لبعض المواد الأخرى، مذيب solvent يعني مذيب. وطبعاً الإيثانول نفسه إحنا هسه نستخدمه حتى نعقم أيدينا فهو ذا مادة معقمة، and it is used to promote tumor shrinkage. هنا التيومر يعني الورم، إذا واحد عنده ورم أحيانا ممكن يستخدمون الكحولات في تقليص حجم الورم. لهنا خلصت الألكوهولز. المفروض كان ناخذ الفينولز بس يعني أنا شفت أنه too much عليكم راح تصير هواية أخف بعدكم، هاي أول محاضرة وتتعبون، ولذلك راح أجلها على الأسبوع الجاي. هاي الفينولز هي مو صعبة ومو طويلة، والمحاضرات مال الأسبوع القادم هي أصلاً خفيفة المحاضرة، فprobably نقدر
نطلع منها بالمحاضرة. يعني سؤال عندكم لحد الآن؟ دكتورة يعني المحاضرة الجاية تنزل محاضرة جديدة؟ احنا المحاضرة الجاية هسه هذا البي دي اف اللي نزل لكم بي كحولات وبي فينولات. اوكي الفينولات هي معروفة يعني تقريبا 10 صفحات 10 سلايدات يعني اقل من 10. ووراها ناخذ المركبات الكربونيل اللي هي الكربوكسيليك اسيدز والالديهايدز والكيتونز. ليش اجلتها؟ لانه قلت حتى هالاسبوع بلكي تشوفون استاذ اسامه ويشرح لكم شويه بعد على المركبات العضويه حتى لا تظلون حايرين. ماشي منو بعد عنده سؤال؟ دكتوره البي دي اف نحفظه كله حفظ. محمد منو بعد؟ علي ايش عندك سؤال؟ دكتورة بس المعادلة هاي شرحها بعدين؟ لا المعادلة هي شرحها بسيط وشرحت لكم إياها تقريبا دراويك بس هي أنت راح تفهمها من راح تأخذ الألديهايدات والكيتونات. هذا رهياتها عندك هذا عبارة عن كحول برايمري صار له أوكسيديشن. تشوف المؤشر لا ديبين المؤشر؟ أي ديبين جيد صار له اوكسيديشن. يمكن انا عندي هذين النقاط مال الكحول القوي والوسط والضعيف فذني نحفظ كل واحده لها نقاطها نحفظهم طبعا. هسه عندك هذا كحول الديهايد اكسده اجانا صار قصدي العفو الكحول اتاكسد صار الديهايد لان راح من عنده شنو راح من عنده الالكترون اللي كان مرتبط ويا الاكسجين وبالتالي الاكسجين اجى ارتبط مع الكربون حتى يسوي دبل بوند سوانا مركب اسمه مركب الكربونيل. بعدين اذا further oxidation حلقة هذا مركب وسطي وكربوكسيليك اسيد يطلع لنا من عنده. دكتور اذا السؤال دكتور طبعا اذا اشتغل التفاعل بالعكس يرجع لنا البرايمري كحول؟ بوع انت التفاعل العكسي وين محطوط؟ بالنص فقط يعني فقط المركب الانترميديت بتوازن مع الالديهايد يعني الكحول من يتأكسد بعد ما يرجع تفاعل عكسي. هذا السهم رايح بس بهالاتجاه يعني التفاعل مو عكسي. تشوف الإشارة مالتي هذا تفاعل عكسي لأن السهم رايح بهالاتجاه والآخر رايح بهالاتجاه وبالتالي هذا في توازن لأنه هذا مركب وسطي. إذا استمرت الأكسدة بعد ما يروح بهالاتجاه يروح باتجاه كربوكسيليك أسيد. واضح؟ عفوا دكتورة بس عندي سؤال. تفضلي ماما. دكتورة احنا الجروب سي ودي الخميس عندنا عملية كل جروب نص ساعة ويعني وشنو المادة المطلوبة منا يوم الخميس أو ايش حنسوي بالمختبر؟ هاي سيلونيا بدأت المحاضرة بس يبين ما جتي داخلة بعدش ما أعرف ممكن قطع الصوت لأن شوية النت ضعيف ما يخالف. يوم الخميس إحنا هذا أول مختبر لكم فرح يكون أشرح لكم السيفتي والسيكوريتي هاي المحاضرة اللي قلت لكم عليها الخمس دقائق. تعرفون تتعاملون بالمختبر وبالمستشفى وفي كل مكان بمواد معدية واستاذ اسامه راح يجاوبكم على اسئلتكم اللي تخص الاورجانيك كيمستري يعني المحاضره مالته اللي اعطاكم اياها على الاورجانيك كيمستري واكو هم سالوكم اسئله الاسبوع الفات فهم يمكن يشرح لكم حتى لو ما سالت. تفضلي. دكتوره بس يعني كل جروب نص ساعه مو باعتبار احنا كل جروب فرعي مقسمين لاربعه يعني اي تمام تمام يطبون يعني بالتسلسل نص ساعة نص ساعة إن شاء الله أو يمكن حتى أقل من نص ساعة لأن عددكم هو يعتمد. دكتورة يا وسهلا تفضل. حتكون محاضرتنا يعني مال خميس بالقاعة ولا بالمختبر؟ لا بالمختبر. ما شاء الله جديد بالمختبر وأي واحد سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 هاي وبعدين دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 ماشي دكتور عشتي دكتور احنا اخذناها بي صح مو الاي والبي اخذتوها